السلام لي زامي، السلام الاصدقاء ديال واش عارفين. ماكرهش نتواصل معكم باللغه الامازيغيه حتى هي، ولكن جهدي عليكم هو ازو الافلاون هاد الساعه. هادشي اللي عرفت مي ان شاء الله نتطور مع الوقت، وعلاش لا شي نهار يمكن نقدر ندير فيديو باللغه الامازيغيه. في لا فيديو ديال اليوم بغيت نتطرق لثلاثه ديال المحاور. الوغ المحور الاول غنهضروا على لا فيتامين سي، وغنطرحوا شي اسئله وغيكونوا الاجابه عليها على لا فيتامين سي. المحور الثالث هو واحد السؤال اللي كيطرحوه بزاف ديال العيالات وبزاف ديال البنات، ديال واش نسبق لاسيغ هي الاولى ولا نسبق الحمام هو الاول. دونك غادي تكون الاجابه في هذا الفيديو ان شاء الله. والمحور الثالث هو الزيت ديال الكوك ولا ديال جوز الهند ولا زيت ديال لانوا دو كوكو والعلاقه ديالها مع البشره ديال الوجه. فوالا، دونك بالنسبه لفيتامين سي، واش عارفين بان لا فيتامين سي مهمه ومهمه بزاف؟ الجسم ديالنا ما تيصنعهاش وضروري ما نلقاوها في التغذيه. دونك نكثروا من الحوامض، نكثروا من الفلفله، البروكولي، دونك بزاف ديال الحوامض، بزاف ديال الفواكه، بزاف ديال الخضره كيكون فيها لا فيتامين سي. دونك ملي نفكروا اننا نتهلاو في راسنا ندخلوا هاد الانواع ديال الاكل في التغذيه ديالنا بواحد الكميه اللي كبيره باش نستافدوا منها ويبانوا لنا الاعراض بيتو المنافع ديالها على البشره ديالنا وحتى على الشعر. دونك واش عارفين بانه لا فيتامين سي مهمه حتى للشعر وماشي غير البشره؟ لا فيتامين سي كتقوي البصيلات، كتقوي الشعر، كتعاونو انه يتزاد في الطول وكتعطيه لمعان. اذا نقدروا مثلا الا بغينا نديروا زيت ولا بغينا نديروا غسول ولا اماسك، شي حاجه اللي تكون طبيعيه زعما بطبيعه الحال، نزيدوا عليها قطيرات ديال لا فيتامين سي، واحد الشوله، واحد شويه ديال الغبره ديال لا فيتامين سي، غادي تعاون على لمعان ديال الشعر. وكاين الناس اللي كيفضلوا يديروا عصير ديال الحامض تو سامبلومون في عوض ما يديروا الغبره ديال لا فيتامين سي. واش عارفين بانه لا فيتامين سي يمكن لينا نستعملوها حتى في الصباح وماشي غير بالليل، ولكن بواحد الشروط، وماشي غير واش يمكن، بالعكس هي مستحب انها تستعمل الصباح، لانه لا فيتامين سي ما عرفتش واش عارفين ولا لا بانها مضاد للاكسده اللي مهم، وكتعاون بزاف في الوقايه من اشعه الشمس. ولكن باش نقدروا نستعملوها في الصباح خصنا ما يكونش الالتهاب في البشره، خصنا البشره ديالنا تكون تولفت معها وولفتها وما بقاتش كدير ليها الاحمرار، ما بقاتش كدير لينا التكان، ما بقاتش كتحكنا. وفي هذه الحاله هذه نقدروا نديروها في الصباح. اذا كنبداو في الاستعمالات الاولى بالليل، كل واحد على حساب الطبيعه ديال البشره ديالو. كاين اللي غيقدر يديرها غير مره واحده في الليل، كاين اللي غيقدر يديرها بلوتو في الاسبوع، كاين اللي غيقدر يديرها جوج مرات في الاسبوع، كاين اللي غيقدر يدير ثلاثه. المهم كنمشيو مع كل بشره على حساب كيفاش كتجاوب معها وكيفاش كتفاعل معها بشويه بشويه، حتى كنتوصلوا اننا نقدروا نديروا المنتوج ديالنا ديال فيتامين سي كل ليله بلا ما يدير لنا حتى شي تاثير، بلا ما يدير لنا حتى شي حمريه في وجهنا. ومنين نوصلوا لهذه الحاله هذه نوليو تنديروها في الصباح باش نستافدوا من المزايا ديالها اكثر. وبطبيعه الحال الا درناها في الصباح ضروري ما نديرو معها الواقي ديال الشمس، وهذا الشيء ماشي غير لا فيتامين سي بوحديتها، من الاحسن اي حاجه درناها في وجهنا في الصباح من الاحسن نديرو معها وقايه من الاشعه. الوغ واش عارفين بانه جميع انواع البشره نقدروا نستعملوا فيها لا فيتامين سي، ونقدروا نخلطوها مع دي برودوي باش تكون ملائمه لكل بشره على حسب الخصوصيات ديالها. الحاله الوحيده اللي ما نقدروش نديرو فيها لا فيتامين سي هي البشره اللي كتكون مريضه، اللي فيها ليكزيما، اللي ما كتستحمل حتى شي حاجه. في هذه الحاله الا بغينا نستعملوا لا فيتامين سي من الاحسن تكون بالاستشاره ديال الطبيب. الو واش عارفين بانه لا فيتامين سي الا بغينا نستعملوها مع البشره اللي كتكون حساسه بزاف، من الاحسن نستعملوا معها لا فيتامين او. هذوك لي كابسول ديال لا فيتامين او سواء كنخلطوهم معها سواء كنديروهم في وقت اخر، مي الاستعمال يكون متوازي ديالهم بجوج. منين كنقولوا بديت لا كور ديالي ديال لا فيتامين سي كنستعمل معها لا فيتامين او باش نستافد من المزايا ديالها كاملين بلا ما يكون عندي الاضرار. بالنسبه للبشره اللي جافه، واش عارفين بانه الى استعملنا لا فيتامين سي مع لاسيد هيالورونيك جوستومون كنتفاداو هذاك المشكل ديال الجفاف اللي كتقدر تزيدوا لينا لا فيتامين سي، وكتبقى البشره ديالنا مغذيه بلاسيد هيالورونيك، وفي نفس الوقت عندها داك اللمعان وديك النضاره وداك لابون مين اللي كتعطينا لا فيتامين سي. بالنسبه للبشره اللي دهنيه كنستعملوا لا فيتامين سي، نقدروا نستعملوها مع شي منتوج اللي فيه لو بروبوليس. دونك لو بروبوليس اللي هو
يقينا فاني عقلي هو العكبر بالعربيه ما متاكداش ولكن جو بونس هو هذا. بالنسبه للناس اللي بغاو النضاره اللي بغاو الاشراقه واللي كيبان لهم وجههم عيان ممكن يستعملوا لا فيتامين سي مع لا سبيرولين اللي حتى هي كتعاون بزاف في الاكسجيناسيون اللي كتخلي البشره يدوز فيها الاكسجين مزيان وفي هذه الحاله كيمشيو دوك العلامات ديال الارهاق وديال العياء من على البشره. دونك فوالا بالنسبه للبشره الحساسه كنخلطوا فيتامين سي مع فيتامين او، بالنسبه للبشره الجافه كنخلطوا لا فيتامين سي مع لاسيد هيالورونيك، البشره الدهنيه لا فيتامين سي كنخلطوها مع لو بروبوليس ولا العكبر. بالنسبه للبشره اللي مشات منها الاشراقه ومشات منها النضاره وفيها لي سيني ديال العلامات ديال العياء كنديروا معها لا سبيرولين وكتعطينا النضاره. و الناس اللي عندهم البشره ديالهم كتستحمل مزيان واللي غليظه واحد شويه ايباس ما عندهمش اعراض ديال الحساسيه وكيبغيو واحد النتيجه دغيا كيبغيو داك دغيا يبان لهم الوجه منور داك لابون مين بلا مكياج بلا حتى شي حاجه، كيمكن لينا نستعملوا لا فيتامين سي ونخلطوها مع لا فيتامين ا. سي فري بجوج بهم كيعطيو شويه ديال المضاعفات بحال الطياب بحال الحموريه بحال القشور، ولكن المفعول ديالهم ملي كيتجمعوا بجوج ملي تيخدموا اون سينيرجي كيعطيونا واحد اللمعان في البشره واحد الاشراقه من بعد اسبوع حتى الاسبوعين ديال الاستعمال اللي مهمه واللي كتستحق ان الواحد يصبر على داك المضاعفات باش يوصل لديك المساله. الو واش عارفين باننا الا بغينا نتفاداو هذوك الاضرار ديال فيتامين سي مثلا الحموريه القشور داك الجباد اللي كنحسوا به، نقدروا نديروها بوحديتها على الوجه ومباشره موراها نزيدوا الكريم المرطب ديالنا وهذوك الاضرار كلهم غادي نقدروا نتفاداوهم، يا الكريم المرطب ولا لا كريم ابيزانت. لا كريم ابيزانت هي واحد لي كريم اللي تيكونوا مضادات للاحمرار اللي تيبردوا على البشره وتنقصوا من الهيجان ديالها. دونك فوالا على ما اظن بركه من لا فيتامين سي لان عطيناها شويه اكثر من وقتها. سي دغي مازال كاينين تساؤلات اخرين اللي غادي نجاوب عليهم في لي فيديو وحدين اخرين ديال واش عارفين باش نخليهم ما يتقال. الوغ ندوزو للمحور ديال واش نسبقوا لاسيغ ولا واش نسبقوا الحمام. الو غنقول لكم لاسيغ والحمام ما كيتجمعوش في نهار واحد، ماشي مهم شنو سبقنا، لان ملي كنديروا لاسيغ اللي هي الازاله ديال الشعر بديك الماده اللي كتنفخ كنحيدوا معنا دوك الخلايا لي كيراتينوسيت اللي كيديروا واحد الغشاء الواقي ديال البشره. منين تنجروا لاسيغ تنجروهم معنا ودونك بهذه الطريقه كنكونوا درنا بحال ان غوماج. منين كندخلوا للحمام وكنحكوا بالكيس عاوتاني دوك الخلايا اللي كيكونوا فيهم خلايا ميته ولكن ماشي غير الخلايا الميته، كاينين حتى خلايا اللي كيكونوا معاهم اللي مازالين ما ماتوش واللي كيديروا واحد الوقايه للبشره من اللي كيغديوها واللي كيحميوها من البرد من الحوايج من المواد الكيماويه اللي كنحيدوهم منين تنحكو بالكيس زعما عن غير قصد. اذا الا درناهم بجوج في نهار واحد حيدنا الخلايا بلاسيغ ومنين كنزيدو عاوتاني نحكو موراها كنتكرفصو على البشره ديالنا، ولا حكينا وموراه درنا لاسيغ في نفس الوقت عاوتاني ماشي في نفس الوقت من نفس الحاجه كنتكرفصو على راسنا. دائما ما بيناتهم على الاقل يكون واحد يومين. دونك اما غادي نقرر نمشي للحمام هو الاول ومورا الحمام كنرطبو البشره ديالنا بزيت ولا حليب ولا باش ما بغينا على الاقل مده يومين وموراها نقدروا نديروا لاسيغ، ولا عاوتاني العكس كنديروا لاسيغ وموراها كنرطبوا البشره ديالنا بزيت ولا حليب ولا باش ما بغينا مده يومين ولا 3 ايام وعاد من بعد نديروا نمشيو للحمام. وبهذه الطريقه هذه ماشي غنقول لكم 100% كنتفاداو جلد الايوازا ولا لا كيراتوسبيلير ماشي 100% ولكن كنقصوا من الحده ديالها وكنخففوا منها. فوالا ندوز للمحور الثالث اللي هو زيت جوز الهند ولا لويل دو نوا دو كوكو ولا زيت الكوكو والعلاقه ديالها مع البشره. الوغ حنا عارفين بانه هاد الزيت زوينه ومغذيه ومرطبه وفيها بزاف المزايا، ولكن بالنسبه للوجه قليل بزاف الناس اللي غادي يستحملوها لانها اولا مدسمه بزاف وواحد الزيت اللي كتسمى تري كوميدوجين. كوميدوجين معناتها انها كتعطي النقط السوداء
كتعمر لي بوغ، كتخنق البشره. دونك الناس اللي عندهم البشره جافه بزاف يقدروا يستعملوها مره مره، وتنقول تنأكد على مره مره، ماشي دائما وماشي كل نهار. وبالنسبه للناس اللي عندهم بشره دهنيه واللي تيجيهم لي بوان نوار بزاف، من الاحسن بلاش تفاداوها، لانها ما غاديش تنفعكم نهائيا، وغادي تزيد في الدهون، وغادي تزيد في لي بوان نوار، وغادي توسع المسام اللي دابا الاغلبيه ديال الناس كيحاولوا يحاربوهم وكيبغيو يضيقوا المسام ديالهم. دونك باختصار، البشره الجافه تقدر تستعمل زيت الجوز الهند للوجه مره مره، بالنسبه للبشره الدهنيه بلاش. الاستعمال اللي نقدروا نستعملوه بها هو مثلا العين، الا بغينا فعوض ما نديرو ان ديماكيون بلاص ما نستعملوا شي حاجه اللي كتحيد المكياج، كنديروا ديك الزيت ديال لا نوا دو كوكو، هي اللي كنبداو تنقيو بها عينينا، لانها كتمسح الكحول، كتمسح الماسكارا، كتمسح لو كريون، واخا يكونوا واتر بروف. دونك واتر بروف اللي هو تيكون ما تحيدوش الماء، دونك الزيت غادي تحيدو هاد الزيت ديال لا نوا دو كوكو. وفي نفس الوقت ملي كنمسحو بها عويناتنا تنغديو الشفار، دونك مزيان نقدروا نديروها. وموراها تنمسحو بما ورد ولا بما زهر، ولا نشللو بالماء باش ما يبقى ليناش الدوره ديال العين مدسمه بزاف. وحاجه اخرى، زيت جوز الهند كيف تنقولوا هنا كتدسم البشره، كتقدر تعطي لي بوان نوار، كتقدر توسع المسام، ولكن في لو كونتور دي زو في الدوره ديال العين ما عندها ما دير الا انها تغدي وتحارب التجاعيد، لان هاد البليصه هادي الاغلبيه ديال الناس، باش ما نقولش معظم الناس، كتكون عندهم رقيقه، كتكون جافه، كتكون حساسه، وكتحتاج واحد التغذيه اللي هي اكثر من المعتاد، اكثر من اللي كيحتاجها لو غاست البقيه ديال الوجه. فوالا، دونك نتمنى تكونوا استفدتوا، نتمنى تكون هاد المعلومات اللي زدتكم كانت عندها شي اضافه. ونتلاقاو ان شاء الله عما قريب في فيديو جديد عاوتاني ديال واش عارفين، بالنسبه للناس اللي كيفضلوا الدارجه، وفيديو اخر بالنسبه للناس ماسكين تاك اللي تيفضلوا اللغه الفرنسيه ولا اللي تيبغيوهم بجوج. واخر حاجه تنقول لكم، يا وني بكم، ياك هكا تنقولوا بالحسنيه. فوالا، نهاركم مبروك، والسلام لجميع المغاربه من الشمال للجنوب، وبالنسبه للجزائريين والتوانسه وكاع الناس اللي كيفهموا اللهجه المغربيه، مرحبا بكم عندنا.